السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. استغفرك ربي وأتوب إليك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. هنتكلم في بعض الموضوعات السريعة. أولا هنبدأ مع معلق علي محمد علي. علي محمد علي علق على هجوم مرتضى منصور عليه امبارح. مرتضى منصور ظهر مخارج الغندور في تصريحات اللي اتكلم فيها هاجم علي محمد علي وقال انه خايف يقول اسمه. وكل الهجوم ده على معلق المباراة. كلنا عارفين ان علي محمد علي زملكاوي بس من الناس الزملكاوية المحترمين، لا يشبه بعض الزملكاوية المستفزين زي احمد الطيب المعلق، لا. لكن ده احمد علي محمد علي راجل محترم مهذب، يعني وانت بتسمعه كده تحس انه راجل محترم ابن ناس يعني. خرج مرتضى منصور علشان ما ذكرش اسم مرتضى منصور فهاجم مرتضى منصور، قال لك ايه خايف يتكلم او يجيب اسمي بسبب ملاك القناه بي ان سبورت القطريه. وانا قلت لما انت عندك مشكله مع قطر وبالطريقه دي ليه بتودي مصطفى فتحي يتعالج هناك؟ ويعني تطلع في التلفزيون هوبا مش عارف ايه وقطر وحشه وقطر، لكن من تحت لتحت تبعت الناس بتاعك يتعالجوا هناك. المهم خرج المعلق الرياضي الشهير علي محمد علي للرد على هجوم رئيس الزمالك. ده تعبيرات مهذبه من خلال تصريحات، لكن هنجيب لحضراتكم الرد القوي وقصف جبهه المرتضى منصور من خلال صفحه علي محمد علي او تدوينته على موقع تدوينات القصيره تويتر. قال لك خرج المعلق الرياضي الشهير علي محمد علي للرد على هجوم رئيس الزمالك بالامس عقب مباراه الفريق امام نهضه البركان. كان رئيس نادي الزمالك زي ما قلت لحضراتكم هاجم علي محمد علي بسبب تجاهله ذكر اسمه خلال المباراه، بينما ذكر اسم رئيس نادي النهضة أكثر من مرة. وتحدث رئيس الزمالك إلى المعلق إن المعلق يخشى ملاك قناة بين سبورت القطرية. علي محمد علي أكد أنه لن يرد حاليا إلا عقب مباراة العودة، وأن الجميع يجب أن يركز حاليا في أمر واحد فقط وهو تتويج الزمالك بالبطولة الإفريقية. كلام محترم من راجل محترم. قالك مش هتكلم دلوقتي، مش عايزين نشتت الدنيا ونعمل أزمات قبل مباراة العودة، لأنه راجل زملكاوي يعني قلبه على نادي الزمالك وخايف على نادي الزمالك. قال لك لازم الكل يركز في امر واحد هو تتويج الزمالك بالبطوله، ما نخلقش ازمات ومشاكل فرعيه. وقال ان اي شيء اخر لا يهمه حاليا سوى تتويج الزمالك بالبطوله الافريقيه خلال مباراه العوده يوم الاحد المقبل. زي ما احنا عارفين ان لابا كوجو احرز هدف نهضه بركان في الوقت بدل الضائع في الدقيقه الرابعه من هجمه مرتده تسبب فيها محمود عبد العزيز. لكن الرد القوي اللي جه من علي محمد علي زي ما قلت لحضراتكم من خلال صفحته الرسميه على موقع التدوينات القصيره تويتر تدوينه جميله جدا. يعني هو ما هاجمش مرتضى منصور صراحه يعني، هو لكن هو بيرد على مرتضى منصور وقال اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي شهادته لي باني كامل وبين قوسين الكمال لله وحده ونعم بالله. يعني هو بيقول ان اللي بيذمه مرتضى منصور اللي ذمه ناقص، إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. لما واحد ناقص يهاجم واحد أي حد يبقى أكيد عنده عودة ناقص، والراجل اللي بيهاجمه ده أفضل منه وأحسن منه وهو أفضل منه بمراحل. يعني ده كان كلام علي محمد علي لقصف جبهة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور. إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. إيه رأيك يا مرتضى منصور؟ حط نفسك في مواقف بايخه وليه ما احنا كنا قاعدين كويسين. اما بقى بالنسبه لنادي الزمالك، النادي الزمالك دايما يحط عينه على اللي النادي الاهلي حاطط عينه عليه، يعني دايما ما عندوش قناعه. القناعه ما فيش رضا باللي في ايده، لا دايما يبص للي في ايد غيره. يعني النادي الاهلي قلنا من فتره كان بيتكلم وحاطط عينه، وكان في كلام انتشر ان عادل القيعي كان بعت امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي علشان يتعاقد مع مهاجم نهضة بركان اللي هو لابا كوجو اللي احرز الهدف في الزمالك، واحنا بنحب الناس اللي بيجيب اهداف في الزمالك. يعني من فتره اتكلمنا عن القصه دي. كلام بقى كريم حسن شحاته اعلن ان الزمالك حاطط عينه على اللي عين النادي الاهلي عليه اللي هو لابا كوجو، وكمان عرض عرض على نادي نهضة بركان، عرض قوي ده بناء على كلام كريم حسن شحاته. كريم حسن شحاته قال ان نادي الزمالك علشان يتعاقد مع لابا كوجو لاعب نهضة بركان عرض عليهم انه ياخدوا احداد الاثنين المغاربه حميد احداد وياخدوا بوطيب خالد بوطيب، مش بس كده لا عليهم $1,000,000. يعني اللعيبه بتاع الزمالك يعني ما هم مش دافعين فيهم، خالد بوطيب جاي هديه يعني. يا راجل تفرط في الهديه كده، راجل هديك بهديه تفرط تهدي الهديه لحد ينفع كده؟ تركي آل الشيخ يزعل دلوقتي يا عم مرتضى ان انت بتهدي الهديه اللي هو جايبها لك.
المهم زي ما قلت لحضراتكم بقى، وكريم حسن شحاته طالب بضرورة مشاركة اللاعب حميد حداد في خط هجوم الزمالك خلال مباراة الإياب، ولتعويض غياب عمر السعيد اللي اتوقف عن مباراه. وقال شحاته في برنامجه على القناة الأولى اللي هي الكورة اليوم، الزمالك قادر على تحقيق نتيجة جيدة. هو زي ما قلت لحضراتكم فرقة نهضة بركان يعني هنا مع نادي الزمالك، الزمالك هيكسب بفرق هدف واثنين يعني، لا مفيش مشكلة، هي فرقة مش مستواها متوسط، مش الفرقة اللي تخوف يعني. طلب كريم حسن شحاته من وزاره الداخليه الموافقه على تواجد عدد جماهيري كبير خلال مباراه الاياب لدعم الفريق معنويا. ده بالنسبه للابا كوجو. نرجع بقى تاني لسيد عبد الحفيظ الحراق، سيد الحراق اللي تاعب قلوب الناس اللي منافسين اللي عندها مرض وداء الغيره والحقد والحسد. سيد عبد الحفيظ بيقول تصريحات لوكاله الانباء الالمانيه DBI اللي دال به ألف، ده اختصار لوكالة الأنباء الألمانية، بتصريحات لسالة حفيز قال فيها مدير الكرة بالنادي الأهلي كلم عن مسألة تأجيل الدوري أو تأجيل مباراة النادي الأهلي والزمالك إلى ما بعد أمم إفريقيا. وطبعا زمان كنت اتكلمت مع حضراتكم من فترة قلت إن ده غلط ومش في مصلحة النادي الأهلي. النادي الأهلي زيه زي باقي كل الأندية عايزة تنهي الدوري، علشان اللي هيروح المنتخب يروح، وعلشان بعد كده اللعيبه ياخدوا فتره راحه استجمام، يبقى في استشفاء. مش الموسم اللي فات كان موسمين متلاحمين، بطوله دوري ابطال افريقيا لعبنا مباريات ورا بعض وموسمين متلاحمين، وبرده الموسم ده على ما يبدو مش هيبقى فيه راحه يعني، هيبقى اكتر فرقه اتظلمت ولعبت هي النادي الاهلي. لاعب الموسم اللي فات مفيش راحه، والموسم ده بناء على امم افريقيا ومباريات الدوري وكاس مصر اللي هينتهي او هيتلعب ممكن يواصل لحد اخر اغسطس، ودوري الجديد هيبدا في اول سبتمبر او في نص سبتمبر. النادي الاهلي واللعيبه مش هياخدوا راحه خالص. المهم خرجت زي ما قلت لحضراتكم اتكلم سيد حفيظ وكاله الانباء الالمانيه واتكلم عن مباراه القمه، وقال حفيظ انه لا يرى مبرر لتاجيل المباراه الى ما بعد امم افريقيا، كاشفا ان الاهلي لم يصلوا حتى الان اي اختيارات رسميه، وكانت مصادر من اتحاد الكرة قد تحدثت عن قرار سيصدر قريبا بتأجيل مباراتي الأهلي أمام المقاولون العرب والزمالك إلى ما بعد أمم أفريقيا. سيد عبد الحفيظ تحدث أنه لا يوجد مبرر لذلك في ظل إعلان المزيع في جدول، يعني اتحاد الكرة أعلن الفرق يقول لك أنا ملتزم بالجدول، ملتزم بالجدول يا أخوي، عن جدول المباريات. سيد عبد الحفيظ يقول لك في ظل الإعلان المسبق عن جدول المباريات، بل وأن كل مباريات المرحلة الأخيرة للدوري المصري ستلعب في بداية يونيو القادم. يعني بناء على الجدول كل مباريات الدوري هتتلعب في اول يونيو، وبطوله امم افريقيا في 19، يعني ممكن اسبوعين او اكثر من اسبوع، يا اخي 10 ايام، خد لك اسبوع قبل بطوله افريقيا يكون الدوري منتهي. كان نادي الزمالك وعلى لسان رئيس مرتضى منصور قد هدد بالانسحاب من الدوري في حاله اقامه مباراه القمه قبل امم افريقيا، وحلف بالطلاق، هو انسحب بس ده راجل حلف بالطلاق، يمين طلاق بالثلاثه، الراجل اللي هو مرتضى منصور ده حلف بالطلاق وطلب بتأجيله إلى ما بعد البطولة الأفريقية لانشغال الزمالك بمواجهة نهائي الكونفدرالية. وقبل كده كان ممدوح عباس قال تأجيل المباريات ده دلع مرق، ما بنحبش الكلام ده. فإحنا مش عارفين كل ده لعيون نادي الزمالك، ندمر موسم كامل ونبدأ موسم كامل بتدمير لاعبين، لعيبة بدون استشفاء، لعيبة بدون راحة، ونبوظ كل الدنيا علشان مين يا جماعة؟ علشان خاطر عيون نادي الزمالك ونهائي الكونفدرالية. ما هو الزمالك يا جماعة بيمثل مصر، ولازم شعب مصر يساند الزمالك في الكونفدراليه، ما هو بيلعب ومصر محتاجه بطوله قبل امم افريقيا يا جماعه. ده بالنسبه لموضوع نادي الزمالك وموضوع سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ بيدلي انباء الى وكاله الانباء الالمانيه، مش مرتضى منصور وامير عزمي وامير مرتضى منصور اللي بيدلوا بتصريحات الى الزمالك اليوم وخالد الغندور. ده بالنسبة لموضوع الزمالك. بقى بالنسبة لإسماعيل يوسف، يا أخي خرجوا إسماعيل يوسف خرج بتصريح أو بتصريح غريب يعني. التصريح اللي قاله إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بمهام أعمال أمين الصندوق، ده هاني زاده هو أمين الصندوق بيتهيألي يعني، لحد أصل بس هاني زاده ربنا يرجعه بالسلامة، والله يبقى مش سخرية فعلا يا جماعة، ربنا يرجعه لأهله في الأيام الكريمة دي، يعيد وسط أهله يا جماعة، يا ربنا يعني إذا كان مظلوم ربنا يفك كربه، وإذا كان ظالم أو كان فعلا مدان لا ياخد عقابه يعني. بس إحنا في أيام اذبح زكي يضرب، يذبح زكي يضرب، اقلب يا زكي يضرب، يقلب يهرب زكي، هيعمل إيه يعني. المهم، واعتبر تيجانا أن الخسارة لا تعبر عن سير اللقاء، تيجانا اللي هو إسماعيل يوسف، وأكد أن الزمالك قدم مباراة قوية.
يعني يعتبر تجانا ان الخساره لا تعبر عن سير اللقاء. يا جماعه انتوا بتتكلموا، انتوا بتشوفوا، هو انت كنت معاه اسماعيل يوسف هناك، انت شفت المباراه من الملعب، المشاهد المباراه من الملعب غير مشاهد المباراه التلفزيون على فكره، يعني يعني الناس اللي شاهدت التلفزيون شافوا كورتين في العارضه في القائم الزمالك من نهضه بركان، واللاعب كان من نقطه الجزاء بيلعب، لكن في منتصف الملعب في ايد عمر صلاح، وفي ضربه جزاء طلعها الراجل الطيب بتاعكم طارق حامد اللي الناس اشتكوا برضه منه هناك، قال لك وهو بيدخل بيصفح اللعيبه في بدايه الماتش، مباراه كان بيصفح اللعيبه بعنف يعني حتى في السلام عنيف. المهم ما لناش فيه. اسماعيل يوسف قال لك ايه؟ لاعب الفريق كانوا رجاله وعلى قدر تحمل المسؤوليه خلال شوطي اللقاء، والهدف الذي سجل في مرمانا جاء في وقت قاتل للغايه، هو البلاس 90 زي النادي الاهلي كده، عندكم عقده من البلاس 90. تيجانا اجمل تصريحاته قائلا قادرين على التعويض في مصر، وشدد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على قوة مباراة الأحد المقبل مؤكدا بذل الجميع قصارى جهده من أجل الفوز والتتويج بالكونفدرالية. وإلى الجماهير تحدث تيجانا طلبهم فيها، يعني وإلى الجماهير إسماعيل يوسف بيتكلم جماهير نادي الزمالك بيطالبهم بتقديم الدعم والمؤازرة والمساندة إلى المباراة القادمة اللي هتتلعب في استاد برج العرب يوم الأحد القادم، علشان نادي الزمالك بدعم جماهيره يقدر يعادل النتيجة أو يعدل النتيجة مرة أخرى. ده بخصوص بعض الأخبار عن ما حدث وتصريحات سيد عبد الحفيظ وتأجيل اتحاد الكرة الدوري إلى ما بعد أمم إفريقيا. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله، ونتمنى التوفيق للسيد عبد الحفيظ وكل العاملين في النادي الأهلي، وكل عام وحضراتكم بخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.